أهلا بكم في موجز الأهم الأخبار. أفاد مراسل النبا في درنا بسقوط قذيفة عشوائية أطلقتها ميليشيات الكرامة بحي السلام في أرض فارغة. وبحسب المراسلة فإن القذيفة خلفت أضرارا مادية، مشيرا إلى أنها تسببت في حالة من الهلع لدى المواطنين. طالب مجلس حكماء ليبيا جميع الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار والقتال الدائر في مدينة درنا والتعجيل بالتهدئة وضبط النفس وتحكيم صوت العقل. ودعا المجلس في بيان له تحصلت النبا على نسخة منه، دعا إلى فك الحصار المفروض على المدينة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة إليها. كما دعا المجلس البعثة الأممية في ليبيا باتخاذ كل ما يوقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبلاد. تحتضن الجزائر اليوم الاثنين الاجتماع التشاوري الرابع لوزراء خارجيات او خارجيه دول جوار ليبيا لبحث اخر مستجدات الازمه الليبيه. وسيشارك في الاجتماع اليوم بالعاصمه الجزائريه وزراء الخارجيه المصريه والتونسي فضلا عن الجزائري. ويندرج هذا الاجتماع في اطار التشاور المستمر بين البلدان الثلاث حول الوضع في ليبيا، كما سيبحث الوزراء سبل تعميق جهود بلدانهما من أجل المساهمة في تسريع مسار تسوية الأزمة في إطار مرافقة الليبيين عن طريق الحوار والمصالحة. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين جلسة خاصة للاستماع إلى للعرض المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة حول تطورات العملية السياسية في البلاد. ومن المقرر أن يستمع أعضاء مجلس الأمن الدولي في هذه الجلسة إلى عرض يقدمه سلامة حول تقدم المسجل في تنفيذ خطة الأمم المتحدة في ليبيا للخروج من الأزمة السياسية والأمنية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.